السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سيراي مقطع جديد. ومبارح نشرت السوري على يوتيوب، سألتكم فيه ايش ممكن اجرب لعبة جديدة تعرفوها انتم، واغلبكم اقترح لعبة انترنت كافي سيميوليتر اللي هي محاكي مقهى الالعاب. اتوقع انه يكون عندك مقهى العاب وانت اللي تديره وتشتري وتبيع والحركات هذه يعني. واليوم بجرب اللعبة هذه، ولو عجبتني يمكن اكملها اخليها سلسلة في القناة. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تحطوا لايك على المقطع، واللي ما راح يدعم يقدر يشترك ويفعل الجرس. أخليكم على المقطع ومشاهدة ممتعة. يلا خلونا نبدأ عاد ستارت على طول. choose your support. أول شيء بسميه كود سيو، هذا اسم الكافيه. طيب شو 10,000 خنزير مدجوج؟ ماني فاهم ايش اختار يا شباب. اوكي اللي فهمت ان هنا باخذ قرض من البنك، هنا ما باخذ عشان ابدا الكافيه تبعي. فعادي اذا انا برجع الفلوس للبنك ليش ما اخذ قرض؟ باخذ وببدا كذا. فشكله بيكون عندي فلوس اكثر في البدايه، شيء حلو اتوقع. بلا بلا بلا. طيب ما في صوت؟ او في لما اتحرك ايش اللي لازم اسويه؟ اوكي فتحت الباب. اقدر اركض، احسه بطيء. والله اقدر اركض بعد، نايس. طيب اوكي بروح ادور على اكل في ثلاجة. هذه ايش البيتزا المعفنة؟ هاتها. اوه اكلتها. طيب اوكي خلاص بس اكل. الحين خلوني اطلع واشوف ايش من السالفة، ولا استكشف البيت شوي. باب مقفل، حلو. وهنا الحمام، اقدر اروح الحمام ولا طيب سكر الباب، خلنا نطلع عاد. سكر الغرفة. وهناك في مدري وات ايش هذا، وفي تبع الالعاب. المهم بروح انزل انا الحين، بروح على المقهى تبعي انترنت كافيه. طيب ما شاء الله في ناس كثير هنا، ايش في هذا؟ كان سكران هوملس. اوه هوملس، هذا واحد ما عنده بيت، هذا شكله زعلان، هذه مستغربة. طيب هذا الانترنت كافيه تبعي. اوكي كود سيو، ايوه هذا الانترنت تبعي. خلني افتح النت كافيه. هذا انترنت كافيه ولا زبالة؟ طيب اقدر اشيلها هذه؟ والله اقدر. اها لازم انظفه كمان. طيب حلو الفكرة، عجبتني. طيب نظفت المكان هذا كله، وشكل عندي غرفة ثانية مسكرة. ويت سويتش ما انفتحت ولا شيء. طفيت الاضاءة ولا شغلتها انا؟ اشوفها ما فرقت. الله ولا كأنه في شيء فرق. طيب يعني بسكر الباب حاليا، خلني اسكر احسن لين ما احل المشاكل اللي عندي. حتى هذا مقفل، اتوقع لازم اشتريهم. طيب يوز كمبيوتر، اظن لازم اطلب الاشياء من الكمبيوتر. يمكن سبيس ستارت كمبيوتر. ايش الكمبيوتر هذا؟ تقول دبابة اشتغلت، اعوذ بالله. اوكي اطلب من هنا، اطلب انا كل شيء. زمزر او نامزن يعني. حلوة. خلنا نروح هنا. اقدر اخذ مكيف، العاب، كمبيوترات. طيب كراسي، اقدر اجيب كل شيء من هنا. خلني اجيب هذه، ها الارزد ماشين. اوه سعرها مو غالي والله، عندي 20,000 يعني اقدر اشتريها وانا مرتاح. في تقييمات كمان، 3 نجوم. احس هذه حلوة، 3.5 نجوم وسعرها مو مرة غالي، 2800 يعني احسها مناسبة. شكلي بشتريها. طيب يلا باخذ واحدة من هذه. في تحميل هنا، ايش التحميل هذا؟ يمكن عشان توصلني. طيب ايش كمان؟ وفي هذا كمان 3400 وجودته حلوة. حاليا باخذ هذا شكلي. يابا شريت هذا، ظل عندي 14,700. لا لازم اشتري ماوسات وكمبيوترات وشاشات. والله لا الموضوع صعب يا شباب. او ماي جاد، يعني الحين انا شريت هذا لازم اشتري معاه كل شيء ثاني. طيب خلني اجيب طاوله. طاولة بتجيبها عادية مرة. اوكي باخذ هذه اللي هي سعرها 460، غالية كثير. توني فهمت، اخذت الطاولة. خلني اخذ شاشة الحين. باخذ شاشة ابو 3 نجوم. يلا هذه باخذ هذه.
ظل عندي 12000 عيني على الفلوس انا. مونيتر 300، خلني اخذ هاي كواليتي ماوس مره واحده، احس يستاهل يعني. اخذت هذا اغلى واحد اللي هو ب 500. كيبورد دائما اقول الكيبوردات مو مهمه مثل الماوسات، لذا باخذ واحد عادي ما بصرف فلوس عليه 250. طيب السماعه اللي باخذها بتكون هذه اللي هي ب 700 تقريبا، بتكون واصله هنا. ايوه هذه هي دروب. ماوس شوفوا كيف يرميها. اوه قاعد توصلني كمان في. اوه دايم هذه صح طالبها، انا مو منتبه. خلني اشيل هذه واحطها بتكون هنا. دايم موسيقى وحركات هذوها. اوه باقي كرسي صح، كيف بلعب بدون كرسي؟ بفهم انا والله اني يا الله بروح اشتري كرسي الحين صراحة. احس ان لازم اجيب كرسي مريح يعني. طالع الكرسي هذا مين بيشتريه؟ 99 ريال احسه حلو حق التسليك. انا يمكن جايب العيد يا شباب، يمكن لازم ابدا باشياء بسيطة وبعدين اطورها. اتوقع كذا، انا احس اني جايب العيد والله. الله يستر، بس الله يستر. باخذ الكرسي هذا، خلنا نفتح المحل. اوبن. اها الحين المحل اوبن. شكل الزبون هذا شكل دا. ورايح ورايح في محل قدامك، روح ادخل يلا. الله ما اخليك تروح اليوم، تعال تعال وقف. قلة الادب هذه والله، شكلي ما اقدر اجبر اي واحد ثاني. هذا شو يسوي؟ اقدر اسرقه؟ صدمة كبيرة هو القلب يكاد يجيب حيرة. اشتريته؟ مكتب الشري؟ لا يا الله نجيب، استغفر الله. مكتب الشري والله يا شباب. ايش ال يوهو جبت العيد شكلي. هذا الكرسي وصل والله. ايش المسخرة هذه؟ الكرسي كذا السيت اب بيكون اكتمل. يا هلا يا اهلا وسهلا، يا حي الله من جانا. ويلكم ويلكم اول كوستمر هنا، اهلا وسهلا. بصير رزة الحين. كيف بالله اللعبة حلوة؟ ها حلوة اللعبة صح؟ اشوف لعيبة انت والله ما شاء الله. ايوة 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 بضحكة. مور لف مور مور، اضحك اكثر كذا ابى الناس اللي برا يسمعون. ايش ايش المود ذا؟ ايش المود التعبان؟ وين الابتسامة؟ ابى ابتسامة. ام قلة الادب والله. زبائن بريال، يا هلا يا اهلا وسهلا تفضل. لا هذا شكله مرة عجبه، شكله مرة ثاني. هذه دفعت فلوس ولا لا؟ والله دفعت لي، صار لي 8,034 دولار. ثاني انتبه والله. اسمع صوت ضحكات لبرا. العب يا ابوي العب. ايوه تعريق جلد. طيب خلني اخذ الجيم كونسول هذه واشتري البلاي ستيشن هذا. طيب باي. واجيب لهم طاولة، اتوقع ان لازم اجيب لهم طاولة وكرسي كمان. يو والله كثير. طيب ما في كذا كرسي يسلك الحال شوي بس يعني مؤقتا. يلا خلنا ناخذ الكرسي يعني هذيلا. باخذ واحد ثاني مقدر، لازم يوصل اول. طيب نيو شات ريكويست فروم اشلي يو انسر بيبي. تعرفين عشان تقولي لي بيبي؟ اول شكلك انقلعي. قال بيبي. طيب خلوها هذه الطاولة باي. حركات والله والله حركات. ايش يبغى هذا؟ ايش يبغى؟ والله نشاك فيه، احس انه يبي يجي. اوه يبي يسرق معقول؟ والله احسه واحد يسرق اتوقع. ما في يعني تفسير ثاني انه يجي يمشي كذا مثل الاهبل. كمبيوتر؟ هذا كمبيوتر تيبل يعني ما ينفع حق الكونسول. يا شباب انا قاعد اجيب العيد كثير. خلوها هنا. اقدر؟ ما يصير صح؟ ما يصير ها. اوه لازم. يا الله الحين شريت على الفاضي هذه. طيب على ما اذكر ان عندي انا شريت هذا، بخليها هنا حاليا. ارميه خليه هنا. انا مشتري كمبيوتر بالغلط. هاتوا يا رب يا رب ما يروح الفاضي، يا رب ما يروح الفاضي.
هذا كيس جاهز. لازم الحين ثلاث اغراض: ماوس، كيبورد، شاشه. طيب طيب خلينا نطلبهم. والله يا شباب انا خايف يطلع لي فواتير وما اقدر ادفعها واروح فيها يعني. خلني ارمي هذا هنا. هذا والله يبي يسرق. هي 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 نعم نعم شايفك انا دزله قدامي حمار انت. يلا يلا الله ياخذ الراس. طيب يا شباب الحين خلصت كل شيء اتوقع. خلني احط كلوزد بسكر المحل وبروح انام شوي وبروح اكل من الفندق لانه ما في اي حد قاعد يدخل المحل. اظن ان الوقت مو مناسب. يلا وين السرير؟ هذا السرير. يو سليب انتل مورنينج. حلو بنام لين الصباح. قمت بروح الثلاجة باكل. الاكل بيخلص لازم اشتري اكل بس من وين ما ادري. والدونات بعد هات. حلو كذا انا شبعان اموري عسل. ابو اشوف لو بحتاج ادخل الحمام ولا لا. اقدر ادخل الحمام اخذ دش يعني ولا شيء؟ اوكي حلو ريحونا. المنبه صورة قطوته. يلا خلونا نروح الحين للمحل ونشوف ايش اللي اخ علقت. طيب نشوف ايش اللي يصير. باب افتح المقلوب هذا. والله عجبتني المكنسة ملبوسة. ايوه تفضل صديق. جيش وداخل انت كذا ما ينفع. شو الدخلة الغريبة هذه استغفر الله. يلا هذا واحد هنا الثاني هنا. ايوه واضح انهم يستمتعون. تعال 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 روح هناك روح هناك. الكمبيوتر هذاك ايوه هذا تبع عصابات يا شباب ما ادري جابه. اوكي استغفر الله. شكل الموضوع عجبه. اعطاني 200 هذاك 200 دولار. يا رب يقعد على البي سي. يا رب على البي سي. يا رب على البي سي. لا البي سي هذا يجيب لك كثير فلوس مره. هذا شكل رايح هناك. فهمت شفتوا كيف كل ما كانت جودة الاغراض اقوى واحسن تجيب لك فلوس اكثر. ايش ماي ستور هذا؟ اها اوكي اي دونت اح. هذه تقييمات حق محلي انا. واحد هكرك انا. وات شكله واحد هكر البي سي. اها شوفوا كيف لازم دايم الاعلانات كثير. هذه لازم اشتريها انه ما فيها هكر يهكرني ثلاثة ايام. طيب اشتريها. شريتها صح انها غالية بس مهمة. حلوة هذه. اوف ليه ما دفعهم صديق؟ خلني اقوم خلني اقوم. كيف ما دفعهم هذيلا؟ وين البات؟ خلني الحقه. وين راح؟ ليه ما دفعت؟ والله ضربتهم واخذت منهم الفلوس. اوكي حلوه 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 الحركه. والله توني فهمت. والله توني فهمت. حلوه كثير. اذا واحد ما دفعت الحقه وتضربه. الحمد لله انتبهت انا. طيب اوه توني اشوف بالريفيوز. هذا شو مسوي هذا؟ او ماي جاد شو سرق هذا؟ شفته؟ بروح الحقه والله. وات؟ جيم ار تي اف اتش كيو ما ادري شو. ايه والله شفته سرق شيء. خليني اشيل الغرض اللي سرقه. والله ما ادري ايش هذا بس المهم انه سرقه. شاشة مو من هنا. اها سرق شاشة من هنا الحقير. والله طلع حقير صح. الحين انا بشتري مكيف. كل شيء واحد يحط لي بالريفيو ان الجو حار الجو حار. فبروح واشتري مكيف. من هنا هذه. كونديشنر خلنا نجيب هذا بعد اللي هو هاي كواليتي وحركات. ايوه بوسترات.
بشري هذه وبجيب كمان هذه. هذا بوصر في المكان. والبوستر الاخير. وكان في بوستر ايوه هذا. خلنا نجيب هذا كمان المكيف. خلنا نركب المكيف. هذا ركبت المكيف اخيرا. في بوستر هنا. اظن كيف في بوسترات والله حطيت كثير. بحط البوستر هذا هنا عند الدخول. اوكي حلو كذا نايس. نسوي كلوز. بريس اي تو كلوز كافيه. ويلا عاد اوه اول ما اسوي كلوز يطلعون على طول ولا هذه صدفه ما ادري. كم واحد صار موجود واحد بس. يلا خلاص كذا نكون سكرنا الكافيه. لسه باقي لي اشياء كثير. اعطاني 241 حلوه. خليني اسكر المحل. وهذا مقطع اليوم شباب ان شاء الله يكون عجبكم. لو عجبتكم اللعبة وحابين نكمل فيها كسلسلة في القناة خبروني في التعليقات. المهم ان شاء الله يكون عجبكم المقطع مرة ثانية. لا تنسوا زر اللايك. كان معكم سيراي ومع السلامة.